بكرة وبعده وبعده الانتخابات الرئاسية، يعني يوم 10 و11 و12، حد واثنين وثلاثة. مهم قوي قبل ما أقول إيه الإجراءات اللي المفروض نعملها والانتخابات وإزاي نروح وإزاي نعرف اللجان بتاعتنا، أنا حقيقي بما إن إحنا لأول مرة هعترف إن إحنا البرنامج بيخاطب 90% منه ستات، وأنا بقدمه كست وزميلتي ست عظيمة كمان موجودة، فأنا هوجه كلامي للستات اللي بيثقوا في كلامنا واللي بيتابعونا واللي عارفين إن إحنا مش بنقول أي كلام لمجرد إن إحنا بنقول أي كلام. إحنا برنامج ملهوش أي علاقة بالسياسة، إحنا برنامج اجتماعي من الدرجة الأولى، ولكن مهم قوي إن أنا كست أقول لكم على أهمية وجودي في الانتخابات كست. عارفين ليه؟ لأن السنين اللي فاتت دول كلهم من 10 سنين فاتوا، الست المصرية اللي أنا واحدة منها اكتشفت إن إحنا بنمثل قوة جبارة في تغيير الأحداث. ده مش غرور، دي حقيقة. وافق اللي وافق، يرفض اللي يرفض، هم أحرار. لكن في ال10 سنين دول أنا اتعلمت إن إحنا كستات مصريات لينا قوة غير طبيعية في تغيير مجرى الأحداث، والزمن والسنين والتاريخ والحكايات هي أكبر كاشف للي أنا بقوله. وكمان اكتشفت حاجة في ال10 سنين فاتت دول أنا ما كنتش قبل كده عارفاها، اكتشفت إن إحنا لما وقفنا ونزلنا وقررنا إن إحنا ناخد دور في الحياة اللي موجودة عندنا اللي ممكن تكون إحنا ما كناش عايشينها قبل كده، بس فرض علينا إن إحنا ننزل ونتكلم في السياسة ونقف وناخد حقنا، إن إحنا جالنا مكتسبات كتيرة جدا. مكتسبات مش كتيرة إن هي كتيرة رهيبة عظيمة إن إحنا يا مش هناخد أكتر من لا ده إحنا حققنا المستحيل، لا لا لا، أنا قصدت أقول إن إحنا لأول مرة نحس إن إحنا نقدر ناخد اللي إحنا عايزينه واللي إحنا قعدنا نهاتي فيه سنين وسنين، ويدونا حتة ويقولوا لنا نحمد ربنا حتة تمام. لما اكتشفنا في ال10 سنين فاتوا دول إن إحنا في امتيازات كتيرة جدا أخدناها، فبالتالي عملت نقلة نوعية في طريقة تعاملنا مع الأحداث. يعني إيه؟ عشان أسهل لكم اللي أنا عايز أقوله، إحنا كستات من 10 سنين كنا عمالين نقول والنبي يا جماعه ادونا غيروا قانون الاحوال الشخصيه، يا جماعه ادونا حق ان احنا ننزل نشتغل، يا جماعه ساووا ما بين الراجل والست وخلونا نقول ان احنا لينا دور في المجتمع، يا جماعه يا جماعه يا جماعه. لكن بعد فتره ال10 سنين الاخيره اكتشفنا ان احنا لما وقفنا نشحت اللي احنا عايزينه وقررنا ان احنا ننزل ناخد ده لانه حقنا، الناس كلها اللي حوالينا ادتنا حقنا ولو هو جزء بسيط، لكن اخدنا جزء من حقنا. فاكتشفت ان على قد ما انا اخدت كست في مصر ولو حاجات ما كانتش بالحاجات الكبيره لكن حاجات اثرت فينا، ابتدت قيمتي انا كست تعلى وابتديت احس ان انا قويه. واكتشفت كمان حاجه مهمه جدا، احنا كستات لما بنقول ان احنا اقوياء ولما كل المجتمع دلوقتي بيبص لنا على ان ما انتوا بقيتوا كلمتكم مسموعه، اكتشفت ان ده قدامه حاجات كتيره جدا احنا اكتسبناها وخلتنا نغير مفهومنا للحياه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اخدت بعض الحقوق اللي كان المفروض اخدها من سنين، على فكره يعني من سنين كان لازم اخد الكلام ده، بقيت اقوى في مجال عملي، بقيت اقوى في التعامل مع اولادي، ابتديت احس ان انا مش مكسوره الجناح ولا الخاطر، ابتديت احس ان انا اقدر ارفض اي شيء ممكن يضايقني زي التحرش، اقدر اسجن اي حد، اقدر اقول انا اتعورت انا اتجرحت انا اتسرقت انا عايزه شغل. والاجمل ان اكتشفت ان الدوله ابتدت تقول لك حاضر ليكي حق. فابتديت انا كست اقول ايه، طب ما انا هنزل واكد وجودي عشان اخد مكتسبات تانية كتير. فابتدت الموضوع يخش في ان على قد ما انا هديكوا وعلى قد ما انا هنزل اقرر انا عايزه مين، اوعى تنسى ان انا عايزه حقوق في المقابل، سميها اللي تسميها، لكن انا اكتشفت كست مصريه انا املك حق اتخاذ القرار وتغيير مجريات الامور.